ولأن الحرب سجال وفيها الكر والفر، فلا يزال لبندقية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حضور في الجوف. وفقا لهذا المنطق، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على سوق اليتمة والمناطق المجاورة. مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على ميليشيا الحوثي في منطقة اليتمة بمديرية خبو الشعف شمالي الجوف. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت بإسناد طائرات الأباتشي من استعادة السيطرة على اليتمة والمناطق المجاورة، وأجبرت ميليشيا الحوثي على التراجع. كما تمكنت القوات من التوغل قرابة 20 كيلومترا في منطقة المهاشمة، وسيطرت على مواقع جديدة في جبهة السليلة عقب مواجهات عنيفة مع الميليشيا أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. هذا وكانت قوات الجيش قد خسرت العديد من المناطق في الجوف في معركة تركت فيها الجوف وحيدة لأكثر من 40 يوما أمام الميليشيا التي حشدت مقاتليها من جميع الجبهات. مع كل تحرك في الميدان يتجدد السؤال المر، لماذا تتوقف الجبهات ويترك للميليشيا التفرد في معركة واحدة؟ ومتى ستقرر الشرعية الدخول في معركة شاملة مع ميليشيا الحوثي؟